بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحييكم في اليوم الثالث من أيام المنتدى الدولي واليوم الأخير، وهو الحقيقة مليء بالجلسات، حيث سيتضمن 9 جلسات تنتهي بجلسة التوصيات. اليوم ضيفنا الأول، وهو غني عن التعريف، صاحب المعالي الدكتور نايف بن هشال الرومي، محافظ هيئة تقويم التعليم، وسوف يتحدث معاليه عن صناعة التعليم في توطين المعرفة واستثمار واعد. الدكتور نايف الرومي كان من أحد رجال وما زال من أعمدة رجال التعليم، يحمل دكتوراه في السياسات التعليمية، دكتوراه في تخصص سياسة تربوية عام 2000 من جامعة ولاية بنسلفانيا، من المدرسة إلى العمل المستقبلي، تطبيقاً لنظرية رأس المال البشري والثقافي على التعليم في المملكة العربية السعودية. عمل في عدة مواقع تعليمية في المدارس وإدارة التعليم، شغل منصب أمين عام مجلس وزارة التعليم، عمل ممثلاً للمملكة في اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للتربية والثقافة، عمل عضواً وأميناً عاماً للجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، عمل مديراً عاماً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، عمل كذلك وكيلاً لوزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير بعد دمج وكالتي التطوير التربوي والتخطيط. الآن يتقدم معاليه لتقديم ورقة عمله. بسم الله. شكراً. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادي ذي بدء، أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وأيضاً لأخي الدكتور سعد الفهيد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي على دعوتهم لي للمشاركة في هذا الملتقى العلمي السنوي الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم، وهو في نظري من أهم المنتديات والمعارض على مستوى ليس فقط المملكة العربية السعودية، ولكن حتى على مستوى دول الخليج والدول العربية. حقيقة الموضوع اللي أرغب أتحدث إليكم هو صناعة التعليم. صناعة التعليم يمثل بالنسبة لي هاجس. صناعة التعليم هي ليست أمر سهل، لكنه ليس أمراً صعباً في نفس الوقت. صناعة التعليم، كثير من الدول التي تقدمت علمياً تمتلك صناعة في التعليم. صناعة التعليم ليس فقط أنك تعزز فقط الاستثمار، ولكن يقود في الدول التي لديها صناعة حقيقية في التعليم، تقود هذه الصناعة إلى توطين المعرفة، وفي نفس الوقت تحقق استثماراً واعداً. قبل أن نبدأ نتحدث، هذه الشريحة هي شريحة الهيئة، هيئة تقويم التعليم. هذه الشريحة هي التي نضعها في كل عروض الهيئة، وكان لابد، ونحن نتحدث في أي موضوع نتحدث فيه، لابد أن نضع هذه الشريحة. هي تتحدث على أننا جميعاً نحن شركاء في المسؤولية، في مسؤولية تجويد التعليم، في مسؤولية تطوير التعليم، في مسؤولية صناعة التعليم. لا يمكن لجهة وحدها أن تقول أنا أملك أن أؤدي هذا الدور. لابد أن يكون دائماً في مسألة تجويد التعليم وصناعة وتحسين التعليم وتطوير التعليم هناك أكثر من جهة. واليوم وأنا نحن نتحدث وفي هذا المؤتمر والمعرض، في هذا المنتدى والمعرض، العنوان الرئيسي هو الاستثمار في التعليم. حتى يكون هناك استثماراً في التعليم، أظن أنه لابد أن يكون هناك شراكة أيضاً لتحقيق هذا الاستثمار. طبعاً وفق التحقيقات الصحفية، وفق ما يعني تم إعلانه مؤخراً، خلال
من السنة هذه حتى عام 2020 هناك مبلغ 1.4 مليار ريال استثمار أو المجال المالي الذي يمكن الاستثمار فيه. بمعنى هذا الرقم معناه أنه سنوياً من السنة هذه حتى عام 2020 هناك ما يقارب 300 مليون ريال في مجال الاستثمار في التعليم. وهذا الرقم كبداية هو رقم كبير، يفترض أن يكون هناك خطوات عملية لاستثمار هذا وتفعيله وتحقيقه على أرض الواقع. وأعتقد أيضا أن هذا الرقم ليس لن يقف عند هذا الحد، بل سوف يتجاوز، لأنه لا يمكن فقط أن يكون الاستثمار فقط 300 مليون في مجال التعليم على 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 يعني دولة مثل المملكة العربية السعودية. كما تشاهدون سوق التعليم في المجلس الدولي في مجلس التعاون الخليجي تستحوذ المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر في سوق التعليم الخليجي بنسبة 68%. طبعا هناك مسببات، لكن الحراك الذي نجده في دول الخليج وتسهيل عمليات الاستثمار وجعلها حقيقة على أرض الواقع يقودنا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أقل دول الخليج من حيث نسبة الطلاب إذا تكلمنا عن سوق المدارس في التعليم الأهلي أو ما يسمى في التعليم الخاص. فعلى الرغم من أن المملكة تستحوذ على عدد على نسبة كبيرة، إلا أنها أقل دول الخليج من حيث الاستثمار في المدارس. وهذا يعني يضعنا أمام علامة استفهام، يعني لابد أن يكون هناك بحث لهذه الأسباب التي أدت إلى هذه. حجم كبير، حجم سوق كبير، لكن أقل حجما في مسألة الاستثمار. هذا السوق يتمثل في 35,000 مدرسة، أكثر من 5 مليون طالب وطالبة، أكثر من 500,000 معلم ومعلمة. ووفق خطة وزارة التعليم خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات القادمة سوف يفتتح حوالي 3,000 مدرسة وفق الإحصاءات من وزارة التعليم. إذن هذا السوق ينمو ويكبر، وبالتالي لابد أن تكون المملكة العربية السعودية أن نحقق فيها مسألة صناعة التعليم. وصناعة التعليم ليست فقط، وسوف نتحدث عنها بعد قليل، ليست فقط في مجال المدرسة. لماذا نحتاج أن يكون لدينا في المملكة العربية السعودية صناعة تعليم؟ أولاً توطين الخبرات وزيادة كفاءة الأداء. كل الأدبيات التي رجعت لها حول صناعة التعليم في الدول التي لديها صناعة تجد لديها توطين في المعرفة، تجد لديها زيادة في كفاءة الأداء. إذن نحن نحتاج أن يكون لدينا صناعة في التعليم أو صناعة للتعليم في المملكة العربية السعودية حتى نحقق هذا الأمر. طبعا من نافلة القول أن نتحدث على أنه الكل يبحث عن جودة التعليم، وبالتالي لما يكون هناك صناعة للتعليم في المملكة العربية السعودية والصناعة هذه تكون شراكة بين أكثر من جهة، نحن نحقق هذه الجودة التي نريد. أيضا أعيد مرة ثانية، لا يمكن لجهة واحدة أن تقول أنني أستطيع أن أجود التعليم. لابد أن نعمل كشركاء، وفي نفس الوقت حتى نحقق
جودة التعليم لابد أيضا أن نسعى إلى إيجاد أو وضع أرضية لصناعة التعليم في المملكة. أيضا وجود صناعة للتعليم يخفف العبء على الإنفاق الحكومي على التعليم، يزيد الجودة، يوطن الخبرات، يخفف العبء، أيضا يقود إلى استثمار نوعي، لأنه كل ما زاد الاستثمار كلما زادت صناعة التعليم في المملكة. وهذه ليست يعني هذه وفق الأدبيات التي عند الدول التي بدأت هذه الصناعة من سنوات طويلة، كلما زاد واستقرت صناعة التعليم في تلك الدول كلما زاد الاستثمار النوعي، وليس أي استثمار في التعليم، الاستثمار النوعي. أيضا سوف وجود صناعة والتأسيس لها سوف يزيد في نمو وفعالية المؤسسات والشركات. هذه المؤسسات سوف يعني تتنافس لكي تبقى، لكي يزيد استثمارها، لكي تحقق الأهداف المجتمع، وبالتالي سوف يكون لدينا زيادة في هذه المؤسسات ودمج لبعضها مع بعض حتى تحقق الجودة التي نريد. أيضا لماذا صناعة التعليم؟ نحن بحاجة إلى تعليم إبداعي، تعليم نوعي فعال ومستدام، معزز لبناء الشخصية، الشخصية بكل ما تحمل هذه الكلمة من مفاهيم. أيضا تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيل في التعليم. كيف نحقق صناعة التعليم؟ كيف نضع هذا الأساس؟ أول نقطة، وهذه الشريحة هي نتيجة بحث وأيضا نتيجة تجربة على مدى أكثر من 28 سنة وأيضا اهتمام شخصي، نحقق صناعة التعليم عندما نرفع مستوى الكفاءة في الجودة والتكلفة. هذا ضروري جدا أن يكون هو الأساس لأي صناعة تعليم. أيضا من القضايا الرئيسة والأساسية لتحقيق صناعة التعليم في المملكة العربية السعودية، لابد أن يكون هناك مرونة في الاستجابة إلى تحديات قطاع التعليم ومتطلباته. لا يمكن ولا نقبل ولا يعني من المناسب جدا أن نتحدث عن استثمار أو صناعة ونحن أمام أنظمة ولوائح وخلافة لا تتجاوب أو لا تتغير، تتغير الظروف، تتغير الأدوات، تتغير إلى آخره، لكن الأنظمة واللوائح والتعليمات هي باقية على ما هي عليه قبل 20 سنة، هذا لا يمكن. الأمر الثاني المهم، لابد أن يكون يعني يكون هناك مرونة سريعة، حتى لو تم الآن التغير يحدث بشكل سريع جدا، حتى لو كان هناك تغيير عفوا حتى لو كان هناك تطوير لهذه اللوائح والأنظمة، فيفترض أن تكون هناك مراجعة لها كل 5 سنوات حسب الحاجة. 3، السرعة في التكيف مع نماذج جديدة للشراكة والعمل. العالم يتغير من حولنا، الشراكة مفهومها يتغير، إذن لابد أن يكون هناك سرعة لدينا، سواء للشركاء الذين تحدثنا عنهم في البداية، سواء المستثمرين، سواء وزارة التعليم، سواء الوزارات ذات العلاقة أو الجهات ذات العلاقة، لابد أن يكون هناك سرعة في التكيف. كيف نحقق هذه السرعة؟ من خلال الثقة والمصداقية والصبر. إذا أردنا أن نحقق صناعة التعليم في المملكة، لابد أن يكون لدينا ثقة، لابد أن نبني ثقة بين الشركاء اللي تحدثنا عنهم قبل قليل. لا يمكن أن تطلب أو أن يطلب من المستثمرين أنه يدخلون سوق العمل ويضعون الاستثمار دون أن يكون هناك ثقة، ولا يمكن لوزارة التعليم أو الجهات ذات العلاقة أن تضع التسهيلات دون أن يكون هناك ثقة متبادلة. المصداقية،
كثير من المستثمرين عندما يرغب أن يدخل سوق العمل، أول شيء يبحثه هو المصداقية، وفي المقابل أيضا الجهات ذات العلاقة التي لها علاقة وشركاء عندما يأتيهم المستثمر أول ما يبحثون عنها المصداقية. فلا يمكن أنني أطلب أو أسوي إعلان عن مشروع ما ثم يأتون المستثمرين ويبدأ الحديث ويقدمون عروضهم، ثم بعد 3 شهور 4 شهور من تقديم العروض والله نقول المشروع وقفناه. طيب والجهد اللي بذل من المستثمرين، الأموال التي صرفت، هنا لابد أن يكون لدينا أن توجد هذه المصداقية، الصبر، المملكة كما ذكرت قبل قليل لا يوجد لديها صناعة تعليم في المملكة، لا يوجد، هناك بعض المحاولات لكن لا ترقى أن نتحدث عنها أن هناك صناعة، وبالتالي إذا أردنا أن نعمل مع الشركاء لابد أن نصبر، لابد أن نصبر عليهم. والآن يعني أنا أعطيكم مثال من هيئة تقويم التعليم، لابد أن نصبر عليهم، والمستثمرين لابد أيضا أن يصبروا على الجهات التي لها علاقة باستثمارهم. وما دام نحن في التعليم نتحدث عن وزارة التعليم مثال، لابد أن يكون هناك صبر حتى نحقق هذه الصناعة. 2، في السرعة في التكيف، دعم القطاع الخاص بتقديم الخدمات للمرافق التعليمية والمدارس، لابد أن يكون هناك يعني دعم كما تحدثنا في الشريحة، يعني لا يمكن أن نؤمن بأنه لابد أن يكون عندنا صناعة ولا يكون هناك دعم، هذا لن يحقق لنا. إذا ما كان هناك دعم ومرونة وإلى آخره لن يحقق الذي نريد. 4، لابد أن يكون هناك بناء وإقرار تشريعات داعمة وشفافة، لابد أن يكون هناك شفافية في القرارات ومشاركة للقرارات، لا تبنى القرارات من جهة واحدة، لابد أن تبنى مع أصحاب العلاقة حتى يكون هناك رضا ويكون هناك تفاعل ويكون هناك وإحساس بإحساس بأنه شريك في هذا العمل. أيضا الشفافية في البيانات والأرقام والمعلومات، لابد أن تتاح للمستثمر، من يملك المعلومات لابد أن يتيحها للآخرين حتى نحقق هذه الصناعة. أيضا وضع حوافز فاعلة في التعليم وتعزيز رأس اللي ذكرناه قبل قليل، أيضا لابد أن يكون هناك تعزيز لرأس المال المبتكر، الاستثمار المتميز لابد أن يدعم، الاستثمار الذي لديه مشروعات ابتكارية لابد أن يدعم، وأيضا تنوع المصادر من رعاية ومنح وتمويل ومساهمات خاصة إلى آخره، فهذا ضروري جدا لكي نحقق هذه الصناعة. أبرز مجالات مساهمة القطاع الخاص في التعليم، هناك في المملكة العربية السعودية تركيز كبير على المدارس، بينما من تجربتي ومن تجربة عدد من الزملاء والزميلات الموجودين أنا أعتقد أنهم يتفقون أن هناك أكثر من مجال، ليس فقط الاستثمار في المدرسة، أنك هناك استثمار إذا أردنا أن نحقق صناعة التعليم، فليست صناعة التعليم ليست مدرسة، هي مدرسة لكن أيضا عندنا بناء مرافق وإدارة مرافق وخدمات تعليمية وتقنيات تعليم، وتحت كل بند أنا وضعت يعني أمثلة بسيطة، لكن ليس مجالا واحدا لنحقق صناعة التعليم في المملكة. الآن لما نريد إذا أردنا أن نقوم بعملية تدريب المعلمين مثال، وأردنا أن يقوم بهذا التدريب مؤسسات ذات جودة عالية ومعروفة ومتمكنة، تبحث ما تجد،
أو تجد شيء بسيط جدا لا يمكن مقارنته بحجم المملكة العربية السعودية. المملكة يعني المملكة واسعة، المملكة كما ذكرنا قبل قليل الأرقام كبيرة جدا، 35,000 مدرسة، أكثر من 500,000 معلم. هذول يحتاجون أن تكون هذه الصناعة موجودة ليس فقط في المناطق الكبرى وليس فقط في المدارس، في أكثر من مجال. إذا أردنا أنه نتحدث عن تطوير في المناهج، نتكلم عن الشركات كبرى أو مؤسسات كبرى عالمية نبحث عنهم. وبالتالي ليس الاستثمار ونحقق صناعة التعليم ليس فقط في المدارس ولكن في هذه المجالات، وأنا وضعت عينة. آخر شريحة، تجربة هيئة تقويم التعليم في توطين المعرفة وتحقيق والمساهمة في إيجاد صناعة للتعليم. في الهيئة عندنا مشروع بناء الإطار المرجعي للمناهج. تعاقدنا مع مركز التميز البحثي تطوير العلوم والرياضيات في جامعة الملك سعود، هو الذي يطور المحتوى، هو الذي شريك رئيسي لنا في هذا المحتوى. وأيضا تعاقدنا مع مؤسسة أكارا الأسترالية المعروفة في صناعة المناهج، لكن مؤسسة أكارا لما استقطبناها ليس لها علاقة في المحتوى، المحتوى هو المركز الوطني. طلبنا منهم يعطونا النوهاو، يعطونا المعرفة. طيب كيف نوطن هذه المعرفة؟ من ضمن العقد أن يقيموا دورات تدريبية لزملائنا وزميلاتنا في الذين يشاركون معنا في ورش العمل، وخاصة لفريق العمل في المركز التميز البحثي للعلوم الرياضيات. الآن مضينا سنة، الآن نحن في السنة الثانية. أعطي أحد الدكتور، وكلكم يعني أغلبكم يعرفوا الأستاذ الدكتور محمد الخطيب، هو أحد المشاركين معنا في هذا الفريق. لما حضر الورشة الأولى، ورشة التدريبية الأولى، الأستاذ الدكتور محمد الخطيب هو واحد يعني علم من أعلام المملكة في التعليم، قال لي بالحرف الواحد، اتصل علي وقال لي بالحرف الواحد: دكتور، اليوم تعلمت، بعد ما انتهت الورشة 5 أيام، اليوم تعلمت شيء جديد. وهذا هو أستاذ دكتور متخصص في التعليم والتربية. نحن نريد أن نوطن ونصبر عليهم، صبرنا عليهم، صبرنا على زملائنا في مركز التميز. الشق الثاني اللي هو شركة علم. شركة علم بعد ما تم تعيين المحافظ بتقريبا شهر أو شهر ونص، دعيناهم وقلنا لهم احنا نبغاكم تمسكوننا من الألف إلى الياء. قالوا احنا ما لنا علاقة بالتعليم. قلنا لا، جيبوا خبراء وابدأوا احنا وياكم، ونصبر عليكم واصبروا علينا. وبدينا نعمل لنا وياهم، نحن وإياهم. الآن هم في عدد من البرامج التعليمية هم يعتبرون متميزين، البرامج والأنظمة التعليمية، تقويم الأداء المدرسي، الاختبارات المدرسية، تشخيص واقع إدارة التعليم وتقويم إدارة التعليم، وغيرها من الأنظمة، أنظمة تعليمية هم ما كان عندهم تجربة. الآن هم الآن يعني فتحوا قطاع اسمه قطاع التعليم، بس نحن صبرنا عليهم وصبروا علينا. إذا نحتاج أنه يعني أن نحقق هذه الصناعة، أظن هي ضرورة وليست يعني، أنا أعتقد أنها ضرورة قصوى للمملكة حتى لا نستمر. أول شيء عشان نوطن المعرفة، اثنين حتى لا نستمر في 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 يعني أن نكون يعني معليش مع العبارة أن نكون دائما أسيرين لمؤسسات وشركات خارج البلاد. إحنا عندنا الكفاءات وعندنا إمكانات وعندنا المال، إذن لابد
أكرر شكري لزملائي في وزارة التعليم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي المحافظ على هذه الورقة. في الحقيقة معاليكم ذكر عدة نقاط، كل نقطة تحتاج إلى ورقة عمل. كلما زادت صناعة التعليم في المملكة واستقرت، كلما زاد الاستثمار النوعي. المملكة، وهذا إعلان قوي، المملكة أقل دول الخليج من حيث الاستثمار في التعليم. لا يوجد صناعة في التعليم في المملكة. ثم ذكرت معاليكم المجالات كثيرة في صناعة التعليم، وهذا يعطينا مؤشرا بأننا ما زلنا في بدايات الاستثمار. ذكر معاليكم يجب الصبر على هيئة تقويم التعليم، فهل يصبر المستثمرين؟ هذا السؤال قد ليس الهيئة، نصبر عليهم ويصبرون عليكم، يصبر علينا بالفلوس، فنفتح مجال لننظر هل هم يستطيعون الصبر أم لذلك. المجال للأسئلة، تفضل. بسم الله. شكراً مع المحافظ. ممكن تقدم نفسك لو سمحت؟ دكتور فهد الزهراني، مدير مكتب التعليم الأهلي في مكة. شكراً مع المحافظ على هذه الورقة العلمية الرصينة. وإن سمح لي الأخوة في اللجنة العلمية فقط أن أعلق على هذه الورقة وأدمجها بما سمعته حقيقة، لأنها تعتبر خلاصة لما ورد في هذا المؤتمر العلمي الرصين. سمعت خلال المداولات هذا المؤتمر وخلال الأوراق التي طرحت في اليومين الماضيين أن نحتاج التركيز على الفكر أكثر من طباعات، وحتى نتحول لصناعة التعليم توطين المعرفة يمكن تلخيص ذلك فيما يلي. ممكن معالي المحافظ أنت تحدثت بصورة بواقع خبرة وتجربة بالممارسة العملية والميدانية، وكان هناك سؤال مفروض أننا نجاوب عليه أو نطرحه بشفافية خاصة في هذه الملتقيات العلمية، وهو أين نحن؟ إذا أردنا أن ننطلق للحاضر لابد أن نعود للماضي ونشخص الواقع. هيئة تقويم التعليم لديها الشيء الكثير وقد وضعت يدها على الخلل، ولكن ربما هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح أكثر. يمكن من واقع خبرة أنه هناك ضعف في جودة المخرجات التعليمية ونحن متفقين على ذلك. هناك ترهل إداري وفني، هناك انعدام في روح الإبداع والتطوير، لا زال لدينا فوضوية وغير عدالة. نتائج التقويم ربما نقول، وأريد أن تؤكد لي في هذا الموضوع، أنها لا زالت غير دقيقة. الأهم من ذلك أن لدينا ضعف في اكتساب المهارات. إذن نحن بحاجة لتطوير نوعي. التشخيص الدقيق لمواطن الخلل هو أول عوامل النجاح. إذا أردنا أن نتحول إلى صناعة التعليم، فالوصول إلى الصناعة بحاجة إلى عدم الخطوات نجاوب عليها في أولويات التطوير. أول أولويات التطوير وكنا نسمع عنه في أروقة الوزارة هو تطوير الهيكل التعليمي وتعديله، ولا زال هذا الموضوع محل دراسة. تطوير المناهج بأسلوب الكيف مقابل كم، تبني نظام التقويم والدراسة الذاتية. التحديات، وهذا يجب ألا نغفل عنه، أننا أمام تحدي عامل البيئة والخبرة، انحصار المسؤولية، ثقافة المجتمع، شركاء التربية، وهذا ما أكد عليه صاحب المعالي في ورقته، الموارد البشرية المؤهلة. في تعليم الأهلي نحن كما في ما تلقيناه في الآونة الأخيرة، هناك توجه للتوسع في هذا المجال، ولكن الذي نعاني منه الانطباعية. الانطباعية فكرة وممارسة ليس لدى المجتمع، وإنما حتى لبعض الممارسين في التربية، بل بعض قادة التربية عن التعليم الأهلي والتعليم الخاص. بحاجة نحن أولا أن نقنع أنفسنا ونقنع المجتمع بأن التعليم الأهلي هو خيار، والتعليم الخاص هو خيار استراتيجي، هو ميدان للتطوير لديه حرية أكبر، لكن نريد أن نغير هذه الانطباعية في الفكر والممارسة حتى يعطى الثقة وينطلق. فرص التحسين لدينا الكثير منها، الكيف مقابل الكم، النوعي مقابل العام، صدق التقويم إذا أردنا أن ننجح مقابل نتائج غير صحيحة، توزيع المسؤوليات بين الشركاء. فالتعليم والمدرسة كما نعرف وتعلمنا في أبجدياتنا في الحقول الأكاديمية، المدرسة هي مسؤولية المجتمع وليست مسؤولية جهة واحدة. إذا قامت كل جهة بمسؤوليتها فنحن في الطريق الصحيح ونصل إلى صناعة التعليم. المرونة في مقابل الروتين القاتل، الحرية في الإبداع والتميز،
وإيجاز فرص للتحسين. هل يمكن توقع استشراف المستقبل؟ نعم. تجارب الدول المتقدمة في التعليم منها فنلندا كانت تعاني قبل 40 عاماً ما نعاني منه. أول خطواتها كانت إعادة الهيكلة أو هيكلة التعليم. كوريا الجنوبية تليها كونغ أو هوغ كونغ واليابان سنغافورة سلكت نفس المسلك. عوامل النجاح تتوافر على المدى الطويل، نحتاج إلى التكامل، إلى الترابط، إلى التركيز الشامل على كل الأطراف. اسمحوا لي إن أطلت عليكم، ولكن هذه فقط خواطر من خلال ما طرح في الأيام السابقة. شجعني على طرحها الطرح الرصين لصاحب المعالي، تقبلوا تحياتي وتعذروني إن قصر بناني وضعف مدادي، فالكاتب مجتهد والقارئ فاحص متكد، وتقبلوا تحيات أخوكم فهد. هو طرح عدة مواضيع، لا طرح يعني أفكار مرتبطة بهذا وبعض، وأجاب على بعض الأمور. سؤال تفضل دكتور. السلام عليكم. شكرا معالي المحافظ، طرح جميل وأتفق مع معاليكم تماما فيما يتعلق بأهمية وجود صناعة متكاملة لقضايا التعليم، لكني متخوف جدا من الثيم الخاص بهذا المؤتمر والمعرض، وكذلك قضية الاستثمار في التعليم. الاستثمار هنا والمستثمرون دائما مرتبط هذا الجانب بقضايا الربحية. إذا جاء المستثمر هو يريد الربحية، وهدفه الأساسي هو أن يحصل على أعلى بروفيتابيليتي ممكنة، وهنا هذا حقيقة سوف يكون على حساب جودة التعليم. وعذرا لم أعرف بنفسي صالح القحطاني الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهمنا في هذه الهيئة هو الجودة، جودة التعليم. فحينما تكون هذه المؤسسات المستثمرة مؤسسات ربحية سوف يكون هذا على حساب الجودة، وشهدنا هذا في على أرض الواقع. لكن لماذا لا نسعى إلى أن يكون هناك مؤسسات non-profit organizations، مؤسسات غير ربحية تستثمر في التعليم؟ لن تقود الربحية أعمالها، سوف يكون همها هو جودة المخرجات وجودة التعليم، وهذا ما نسعى إليه. ولدينا أمثلة، لدينا مؤسسة الملك فيصل الخيرية حينما استثمرت في التعليم هي لا تسعى إلى الربحية، وأنشأت بعض المؤسسات التعليمية. كانت هذه المؤسسات وبالفعل بعد التقويم اتضح بتميزها، لأن مثل هذه المؤسسات ليست مؤسسات ربحية. فأتمنى أن لا ننجرف حقيقة في اتجاه الاستثمار لجلب المستثمرين. المستثمر يأتي بأمواله ليحقق أعلى ربحية ممكنة، وهذا دوما على حساب الجودة، فلنكن حذرين في هذا الجانب. وشكرا لكم. الدكتور صالح طبعا في الانسي ترابل اي ويحملون نفس الهم الذي يحمل الهيئة، هل هناك تعليق عليكم؟ طبعا كلام صحيح يعني، وانا تحدث ذكرت في انه لابد احد اهداف اذا بنأسس صناعة التعليم في المملكة، احد الاهداف او لماذا نؤسس لهذه الصناعة هو نحن نبحث عن جودة، وهذا يعني مذكور. الجودة يعني تحقيقها نعم مع المؤسسات الغير ربحية ممكن، هذا واحد من الأدوات، لكن من الأدوات الكبيرة لدولة بحجم المملكة هو أيضا أن تتاح الفرصة لقضية الاستثمار. البحث عن الأعلى في الربحية أنا أعتقد ممكن هذا ضبطه، لأنه المؤسسات اللي مثل هيئتكم الله يسلمك وهيئة تقويم التعليم العام أيضا من دورها أنها أيضا تضبط عملية الجودة، وليس فقط أنه، وبالتالي المستثمر لن يعني المستثمر نعم لابد أن يحصل على ربح، لكن في إحنا اللي أنت تتحدث عنه نعم أنه لا يكون ربح على أساس الجودة. أنا أعتقد أنه هذا واضح. إذا أردنا أن نؤسس أن نوجد، أعيد مرة ثانية، أنه عدم وجود صناعة حقيقية للتعليم في المملكة، وإنما هي جهود فردية وفي مجال محدد، قد يعزز هذا المفهوم. لكن أن نفتح مسألة الصناعة هذه، وأيضا أن توضع مثل ما نضع المرونة والسهولة وتيسير الأمر لعملية الاستثمار، أيضا أن نضع الضوابط اللي تكفل عملية الجودة، ووجود هيئات يعني
مثل هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي، هيئة تقويم التعليم العام، أيضا الوزارة التعليم بجهودها، أيضا يعني قطاعات لها علاقة، أعتقد أنها أيضا عليها مسؤولية الضبط وعملية رفع الجودة. لكن الشيء الأساس اللي ممارس في كل الدول التي نجحت تعليميا ومتطورة تعليميا، أنها بالإضافة إلى عندها مؤسسات غير ربحية، عندها مؤسسات قوية. في بريطانيا كان عدد المؤسسات اللي أو الشركات التي تهتم بتقويم الأداء المدرسي على مستوى التعليم العام يفوق 50 و70 مؤسسة. في الآونة الأخيرة، في السنوات الخمس الأخيرة، انتهت إلى 3 مؤسسات موجود الآن، يعني كبيرة وقوية. الباقي البقية مع الوقت ومع عملية الضبط وإلى آخره صار لابد، وهذا الذي نسعى إليه، هذا اللي أنا في الفكر، أنه عندك صناعة إذا أنت تسعى إلى هذا الأمر في الأخير، لكن لابد أن نتيح عملية الاستثمار. نأخذ سؤال من القسم النسائي، هل هناك سؤال؟ السلام عليكم. بداية أشكر المنظمين الملتقى وأشكر معالي المحافظ، حديث من القلب وصل إلى قلوب المواطنين والمواطنات. مسألة المعايير يعني أستفيد من هالفرصة، لن يكون هناك جودة إن لم ننتهي من مسألة المعايير في التعليم العام. إذا كنا إلى الآن نعمل بدون معايير، فأعتقد أنه هذا سيؤدي إلى فشل أي استثمارات قادمة. الهيئة بدأت بسياسة سريعة، أتمنى أن تنتهي. هيئة تقويم التعليم العالي بدأت 2004، ظهرت إلى الوجود 2007، لازلنا إلى الآن عندنا عدد كبير من الجامعات لم يحصل على الاعتماد. أتمنى أن يعني فكرتي أتمنى ألا تطول فكرة معايير الاعتماد المدرسي، سواء بالنسبة للمناهج أو بالنسبة لغيرها. بالنسبة لمؤسسات تهتم بتطوير المنهج، هناك مؤسسة تايلر انترناشنال، وبالملاحظة لحضرتك ذكرتها بالنسبة لأنكم لا تجدون شركة محلية تهتم بتطوير بتدريب المعلمين. الجامعات لدينا لديها عدد من الجامعات المتميزة لديها مراكز تطوير المهارات. أعطي مثال، جامعة الملك سعود التي تعاقدت معها، وهناك حراك جيد في جامعة الدمام. بعض الجامعات للأسف للآن ليس لديها مراكز تطوير التي ستساعدكم وتهتم بالتدريب في كل منطقة. ما مدى إمكانية إنشاء شراكة مع هذه الجامعات لتسهيل عملية التدريب، نظرا لأن مساحة المملكة شاسعة، وإذا انتظرنا سيؤدي إلى تأخير معايير وتأخير تطبيق هذه المعايير كما حصل في هيئة الاعتماد العالي. بالنسبة للاستثمار في التعليم، اتضح من النموذج أن المملكة العربية السعودية بالرغم من أن الفرصة كبيرة إلا أن الاستثمار أقل. هل تعتقد معاليكم المبالغ الخيالية التي تطلب على الطالب في المدارس الخاصة في المناطق الأساسية اللي هو الرياض، الدمام، جدة، ويتبعها المناطق الأخرى، هل هذه تعتبر عائق؟ وهل هناك آلية لتقنين هذه المبالغ بحيث أنه لا يخفى على أحد أي مواطن هذه المبالغ الخيالية؟ أكيد المدارس العالمية تعطي جودة ذات جودة عالية، فإحنا نرغب في الجودة نعم، ولكن هذه المبالغ الخيالية قد تعيق استثمار. أستاذة وصل، شكرا. حياك الله. هي تتكلم عن المعايير. فاهم. هي كانت 2004 الهي. أعتقد أنها لا أعتقد. ما الاسم إذا سمحتي؟ دكتورة منى الجهني، جامعة تبوك. كأني بك ذكرتي أنه الهيئة تقويم التعليم 2004 انشأت 2004، هيئة الاعتماد الأكاديمي التعليم العالي بدأت 2004 وتأخرت في الظهور. طيب. والتعامل. طيب. مع الجامعات. طيب، الهيئة الآن عمرها 2.5 سنين، هيئة تقويم التعليم العام، والمعايير اللي تحدثين عنها، المعايير
سواء معايير تقويم الأداء المدرسي، الإطار المرجعي للمناهج، معايير المناهج، معايير الإطار المرجعي للاختبارات. هيئة تقويم التعليم العام هذه الحمد لله يعني انتهينا منها وبدأنا عملية التنفيذ. وأي عمل كان لابد أن يكون في أمرين: الأمر الأول أن يكون هناك إطار مرجعي يعني يحدد الفلسفة اللي ينطلق منها الجهة، اثنين بناء على الإطار المرجعي يكون هناك معايير، وهذا ما تم والحمد لله. ذكرت الجامعات، وأن هناك جامعات عندها يعني ممارسات وخاصة في الجانب التدريبي، هذا اللي ذكرته في الشريحة الأولى، شركاء في المسؤولية، وذكررناه. نعم نحن نريد مثل هذه المؤسسات. يعني صار لي فرصة أزور أكثر من 7 جامعات، التقيت بمدراء الجامعات وكنت أتحدث على أنه الهيئة عندها مناهج، عندها تقويم أداء مدرسي، عندها اختبارات، عندها، فلا بد أن يكون في هذه الجامعات أن تكون عندها تميز بحيث نبني الشراكة أو تبنى الشراكة معها، مثل ما سوينا في المثال اللي ذكرناه مع جامعة الملك سعود في المركز التميز. فأنا أعتقد أنه ضروري جدا، لكن أيضا لا بد أن تتحرك هذه الجامعات ويكون عندها شيء يتحقق من خلال هالشراكة. المدارس العالمية أنها متميزة، وطبعا عن المدارس الأهلية أنا يعني ما أميل إلى الأمور الانطباعية. أنا أعتقد أنه كل في خير. نحن في هيئة تقويم التعليم عندنا تقويم الأداء المدرسي، الهدف الرئيس منه أن نحن نشارك الوزارة ونشارك الملاك وقيادات المدارس الأهلية والعالمية في زيادة ورفع الجودة. إذا نحن حتى نحقق هذه الصناعة نعم نحتاج أنه نستثمر في إدارة وتشغيل المدارس، لكن أيضا عندنا مجالات كثيرة يفترض أن نلتفت إليها، وفيها فيها فيها يعني استثمار كبير وعائد كبير للبلد. طبعا معالي المحافظ، الجميع يحتاج يعني يريد مقابلتك وسؤالك، سؤال وكانوا ينتظرون هذه الجلسة بحرارة، لكنني أريد يعني أعطي 3 أسئلة، لكن أتمنى أن يكون طرح السؤال في أقل من دقيقة لنأخذ أكثر مشاركات ونجعل يعني معالي المحافظ فرصة بأن يجيب على السؤال. سيد يوسف تفضل باختصار. يوسف الشافي، عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي. الحقيقة أرحب بمعالي المحافظ، ونحن في اللجنة الوطنية تربطنا بمعاليك يعني صلاة جيدة واحترام متبادل. من أيام كنت في الحقيقة في الوزارة ومرتاحين لوجودك على رأس الهيئة. معالي المحافظ، يمكن تذكر أنه في ورقة العمل اللي قدمتها بحضور معاليك أيام السمو الأمير فيصل بن عبد الله اللجنة الوطنية، كنا نطالب بقيام هذه الهيئة، والحمد لله أنها يعني ظهرت، كنت أنت محافظا لها، ودليل على أنه إحنا في اللجنة الوطنية نرغب في أنه جهة خارجية حيادية تقيم التعليم العام والأهلي. عندي نقطتين على السريع. النقطة الأولى، بدأتم بالمدارس الأهلية، وأعتقد أنه كثير من ملاك المدارس الأهلية عنده استفهام لماذا بدأتم بالمدارس الأهلية، هل لسبب أنها سيئة لهذه الدرجة، وإلا أنكم أنتم يعني ما تريدوا تقيموا المدارس الحكومية، يمكن لأنها عارفين نتائجها. نعتقد أنه المقارنة بين مدارس نتائج المدارس الأهلية والحكومية تعطي مؤشرات جيدة. الأمر الآخر، نحن نسمع في كل وقت وكل حين أنكم شركاء شركاء، لكن لما نأتي على أرض الواقع الحقيقة نجد الشراكة هذه سراب. نحن في لجنة وطنية تناقشنا كثيرا، نريد أن نجلس معكم على أساس أن تكون القوائم أو الاستمارات التقييم تكون مدروسة من قبل التعليم الأهلي ومن قبل الهيئة، لأنه عندما تخرج هذه النتائج ونحن واثقون من صياغة الاستمارات نكون مرتاحين لهذه النتائج. أنا أعتقد يمكن أنكم أنتم استفدتم من تجارب عالمية كثيرة، لكن
نحن لنا خصوصيتنا في المملكة، ونعتقد أنه الوزن النوعي يختلف من بلد إلى آخر، وكنا حريصين أنه نجلس مع معاليك على أساس نناقش هذه الأشياء لأهميتها، ونتمنى أن نطمننا معاليك أنك تجلس مع اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لإعادة النظر في الاستمارة، أو قناعنا بوجهة نظركم. أنا أعتقد أنه أمر مهم، قناعتنا سوياً، نحن من أول من طالب في هذه اللجنة ولكن في هذه الهيئة، لكن نريد أن نكون نحن وإياكم على كلمة سواء. شكرا. طبعا رئيس اللجنة الوطنية موجود هنا. أيه. تفضل دكتور. حياك الله يا أستاذ يوسف. أولا تحديثك أنكم أنتم حريصين يعني كمستثمرين وفي اللجنة الوطنية على إيجاد مثل هذه الهيئة المستقلة أن تقوم، نعم أنا أشهد بذلك، وأنا تحدثت أنا سويت لقاء أنت ما حضرتها الله يسلمك في مدارس الرواد، حضر أكثر من 100 واحد، تحدثت عن بالتفصيل، جلسنا ساعتين وذكرت لهم، جبت ما كنت جاب معي ملف. طبعا حديثك يختلف عن العرض، يعني ما له علاقة بالعرض ولا له علاقة بال، لكن أنا أقدر هذا، وجبت لهم ملف. أنا رجعت إلى قبل 5 سنوات عن الحديث عن التعليم الأهلي، وجدت أنه يهتم بأمرين، الحديث دائما يتنقل في الصحف بين أمرين، بين أنه فيه مبالغ خيالية تدفع وإلى آخره، وأنه ليس هناك جودة، وفي وجدت أنه منكم الله يسلمك، من اللجنة الوطنية، من الملاك، من هناك من يتحدث أنه نعم عندنا خلل في الجودة، ولا بد أن احنا نعزز هذا الأمر، ولا بد أن احنا حتى ما يكون، يعني أنت إذا تريد أن تحقق صناعة لا بد أن تكسب ثقة، الثقة لا يمكن أن تكسبها بدون ما تكون هناك عندك، يعني نعم استثمر ولا بد حق لك أنك تربح، لكن أيضا لا بد أن تعطي جودة، وهذا أنا وعندي الدراسة كاملة ال5 سنوات اللي راحت. لماذا المدارس الأهلية؟ المدارس الأهلية عددها تقريبا 3600 مدرسة، احنا بدينا فيها لأنه نريد أن ننتهي من المدارس الأهلية. اثنين، هناك يعني عدم وضوح لدى الكثير من المجتمع، وفي نسبة ضئيلة ما تحقق الجودة في المدارس الأهلية، ونسبة نعرفهم وموجودين وجالسين يبذلون جهد كبير جدا نسبة عالية، أيضا كان هذا هدف أنه نبدأ بهذه المدارس. وأنا أقول لك في عام 2000 إن شاء الله العام الدراسي القادم سوف يكون هناك مدارس أهلية ومدارس حكومية، وبالتالي ننطلق في مسألة المدارس الحكومية. أنا جوني ملاك، وبدون ذكر أسماء، جوني ملاك وقالوا لي أتمنى أنك تبدأ فينا أول. قلت له أنا لسه أنا ما أعرف أول شيء وش المدارس اللي تم اختيارها، وأنا ما أتدخل في هذا الشغل. اثنين، أصلا اختيار المدارس عندنا سواء أهلية أو الحكومية يتم عبر الجهاز الحاسب الآلي عشوائي، وبالتالي نحن لا نحدد أنه بروح اليوم مدرسة ذي ولا لا، هذا عشوائي. وبالتالي جوني ملاك مدارس، كان عندي الأسبوع الماضي أحد الزملاء يبغى يطلع على النموذج وشرحنا له ويطلب إحنا نبدأ، قلت له ما نقدر إحنا عبر لكن قبل أول لقاء لوزير التعليم الدكتور عزام التخيل، بعد أسبوعين من تعيين التقى بملاك المدارس الأهلية ودعا الهيئة، ولما حضرت أنا قدمت 10 دقائق أنه نحن بعد 6 شهور سوف نبدأ بعملية التقويم. زارني بعض الملاك قالوا ابدأ فينا أول، لأنهم يريدون أن يكون أيضا يعرفوا، يعني الآن فيه مدارس تأتي بشركات عالمية ولا تأتي بمؤسسات محلية تسوي لها عملية التقويم ويأخذوا عليهم فلوس، إحنا نقول إحنا نجيكم الآن وببلاش ونساهم أنه وياكم في تطوير التعليم، وبالتالي هذا إجابة. اثنين، وهذا يعني معليش اسمح لي أخوي يوسف، والله يعني أنت قلت أنه شراكة وتحدثون عن شراكة وشراكة وشراكة وسراب، أنا والله انصدمت يعني معليش، لأنه يعني لو تزورنا في الهيئة تجد أننا ما أغفلنا ولا أحد، وفي مشروع معايير المدارس ليس الحكومية والأهلي أو واحدة منهم، لا المدارس بشكل عام، احنا رحنا ال5 مناطق تعليمية وقابلنا مدراء مدارس سواء حكومية أو أهلية وشاركونا في بناء المعايير، وقابلت أنا ملاك وعرضنا عليهم بعضهم
أول ورشة عمل أقمناها في الهيئة في أول ورشة عمل كان من ضمن الحضور 3 ملاك مدارس أهلية، مش مدراء، ملاك. فنحن بالعكس يعني نبذل جهد كبير جدا حتى نبني هذه الشراكة، ولذلك رحنا هذه من 5 مناطق وعرضنا والآن نحن يعني قبل أسبوعين كان عندنا ورشة وتحدثنا في هذا. الأسبوع الماضي فقط سوينا 3 ورش عمل، 2 في الرياض وواحدة من دارس الرواد وواحدة في ريدسون بلو وواحدة في الإحساء، عن مع ملاك المدارس ومدراء المدارس الأهلية، حضرها أكثر من 400. إذا نحن نعمل على تحقيق هذه الشراكة. الذي بصل إليه أيضا في كلمة أنت قلت لها حتى نصل إلى قناعة، بناء المعايير العلمية والفنية ليس فيه قناعة، هذا لابد أن نتفق عليه. ليس لابد أني أنا أقتنع في هذه وتحطها لي، هذا شيء علمي، وهذا العلم اللي بنيناه لما بنينا هذا العلمي رحنا للزملاء مدراء قيادات المدارس الأهلية والحكومية وعرضنا عليهم، قلنا يلا خلنا نطور أنه وياكم. وبالتالي العمل العلمي الفني المهني لا يبنى على قناعات بقدر ما يبنى على إجراءات علمية، وأيضا أنك تروح وتعرض على الجهات اللي علاقة ويعطون رأيك فيها. شكرا. مشاركة من واحدة من القسم النسائي، أرجو أن تكون مختصرة. هل هناك مشاركة؟ طيب أستاذ عمر عطل المايك معليش. وأيضا وصلتني أسبوع بداية الأسبوع هذا خطاب أنت ثاني أنت معليش إذا سمحت لي تفضل. الحين أنا بتعدل في الجلسة لأنك قلت معلومات مي صحيحة أخو يوسف. لا، لم يصلني وأنا قلت للزملاء لم يصلني خطاب من اللجنة إلا الأسبوع هذا يطلب اللقاء، ونحن سوف نحدد اللقاء. هذا ما وصلني. السلام عليكم. تفضل. عمر العامر، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف. معالي الدكتور نايف، يقول الشاعر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. أعطونا عيوبنا وخلونا نصحح، هذا هو هدفنا وهذه قضيتنا. حقيقة يعني نحن في مركب واحد، نحن شركاء. إذا لم نكن نحن كلنا صادقون في إنقاذ أبناء هذا الوطن والرقي بهم والصعود بهم، ليس فينا خير. نحن جيل سيذهب وسيأتي من بعدنا، إما يدعو لنا أو يلعننا. إذا لم نكن صادقين شركاء فعلا، لا خير فينا. أنتم قدتم المركب، نحن معكم يا دكتور، انطلق، استعن بالله ونحن معك. هذه قضية لا نساوم عليها، الجودة لا نساوم عليها، الرقي بهذا البلد لا نساوم عليه. من لديه غير ذلك يخرج من هذا البلد. هذا أولا. ثانيا، أنا أقول قبل شهرين جاءنا خطاب من عندكم دعوة للقاء، وجاءنا قبل شهر وكنا في اجتماع في اللجنة الوطنية برضو عرض الخطاب على الزملاء للقاء، ذهب بعض الزملاء لهذا اللقاء وكان فيه طرح جيد. أرسلنا خطاب شكر الأسبوع الماضي لكم وطلبنا أن نلتقي، ليس للانتقاد إنما للمشاركة والتقدم معكم فيما نريد وتريدون أنتم، فجزاكم الله خير وليس عندنا مشكلة في ذلك. هذا عمل يعني سواء أنتم أتيتم إلينا أو نحن ذهبنا إليكم، في الأخير نحن نريد أن نسير بالمركب لا نريد أن نقف، فجزاكم الله خير. أنا بس حقيقة لي تعليق على ما قاله الدكتور صالح، وأنا دائما أقول أعتب على من يتجنى علينا، عتب وعتب محبة وليس عتب شقاق. طلع طيب هو ذهب آسف، لكن حتى أصح المفهوم، أعلى قمة في التعليم الأهلي هي اللجنة الوطنية. شعارنا ورؤيتنا معلنة في الجناح في المعرض الآن من سنوات معلنة، الاستثمار في الجودة، وليس الاستثمار والجودة للعطف، لا، الاستثمار في الجودة. نحن نريد أن نجعل الجودة أداة نستثمر فيها ننفق عليها حتى نضمن استدامة مشاريعنا. صدقني لا نملك أغلى من فلذات أكبادنا، ولي الأمر لا يملك أغلى من أبنائه.
إذا وجد الجودة ذهب إليها أيا كانت. ولذلك من يقول أن كل المستثمرين، قد يوجد من يسعى لهدف الربح المادي فقط، قد يوجد، لكن أقول السواد الأعظم، معظم المستثمرين في التعليم رجال تربية خرجوا من محاضن التربية يريدون قيادة أو الاستمرار في المشاركة في تجويد العمل والرقي فيه. هؤلاء هم المستثمرون في التعليم الأهلي، صعب التجني عليهم ونحن لا نقبلها حقيقة. لذلك أنا أتمنى أن يكون المفهوم لدى الجميع، نحن وطنيون نسعى للرقي بهذا الوطن، لدينا طموح ولدينا رؤية ولدينا أهداف، الجودة هي وسيلتنا للنجاح باستثماراتنا. شكرا معالي الدكتور. شكرا لكم وجزاكم الله خير. شكرا. تعلق علي دكتور بس بسريع، يعني أظن أنه يعني شفت العرض الله يسلمك أخوي إبراهيم، والعرض يتحدث عن أنه لابد نحقق صناعة التعليم في المملكة. الصناعة هذه ليست فقط اللجنة الوطنية، ليست هيئة التقويم، ليست وزارة التعليم، الصناعة لابد أن تكون بالشراكة، والشراكة الحقيقية أننا نتحدث ونتحاور، وهذا اللي تسويه الهيئة. يعني في ظرف أسبوع واحد احنا قابلنا أكثر من 400 واستمعنا إليهم، وأنا أقولها بصراحة وبشفافية، في اللقاء اللي حدث في الرواد أحد الزملاء يعني جتنا مقترحات متعددة، لكن عندنا مقترحين على طول احنا أخذناها ونفذناها من الزملاء في التعليم الأهلي. هذا لما تتحدث عن التعليم وتطويره، تحدث هذا مو قالب جامد، لكن لابد أن ننطلق ونطور نحن ونمشي في التطوير. وأكرر ما ذكرت، أنا سعدت بخطابكم، ونحن يعني في أغلب أعمالنا نبادر في الشراكة ونبادر في التواصل، وعشان نحقق هدف واحد. احنا ما نقول ترى احنا الحين انه الهيئة سوف تقوم بتحسين التعليم، لا، احنا ما ولا عمرنا ذكرناه، نحن جزء من كل هو اللي بيساهم. الآن بعض المدارس الأهلية تأتي بمؤسسات عالمية وتاخذ مع تقول لها يلا نفذي، ادرسوا لي، شخصوا لي واقعي واعطوني الشهادة، ها، ولا يتدخلون في معاييرهم، ما يقولون لهم خلنا نعدل معاييركم ولا خلنا نجلس مع معاييركم ولا كيف معاييركم، ما يقولون لهم الكلام هذا، لان عنده قناعة كبيرة ان هذه المؤسسة العالمية انها هي اللي، وياخذون منها 200,000 ريال ثم مع السلامة. بعضها كما تعلمون بعضها مؤسسات يعني احيانا المدرسة ما تجتاز ويعطونها الشهادة، لكن مو بهذا، ليس هذا، يعني هذا القليلين جدا جدا يعني. لكن اللي نتحدث، الهيئة الآن بتجي وبنت في معاييرها، بنتها بشراكة مع ما نقدر احنا نروح كل مدرسة، بعد لازم نصير واقعيين، ولا نقدر نروح احنا كل الملاك، لكن احنا ناخذ عينة، ناخذ يعني ولا نقف، وهي عملية مستمرة. ولذلك احنا يعني سواء في مشروع تقويم المدارس الأهلية أو مشروع التقويم للمدارس بشكل عام، نحن شركاء، ولا عمرنا سوينا ورشة ما لا يوجد فيها ناس من التعليم الأهلي. إذا سمح معاليكم أختم اللقاء بسؤال عند أبو سعد الحقباني لمدة نصف دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي المحافظ، حقيقة الورقة التي طال عمرك قدمتها أنا أعتبر أنها وثيقة تصلح أن تكون أرضية لمذكرة تفاهم بينه وبين وزارة التعليم، وبينه وبين الهيئة، وبينه وبين الجهات الأخرى، لأنها تحدثت عن نقاط حقيقة جميلة جدا، وهي منطلقات موضوعية احنا نتمنى أن نسمعها من مثلكم، رعاكم الله. أنا أقول مرات كنت أتأمل في وأنا أقرأ قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون، ثم الآية نفسها جاءت تقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فأنا الحقيقة يعني قلت شلون هي الآية مرة جت يفعلون مرة جت يصنعون، فرجعت لبعض كتب التفسير فوجدت أن الملأ ومن كانوا يحكمون الأمم السابقة بنو إسرائيل وغيرهم كانوا يمارسون يقومون بمجموعة من الأعمال والممارسات
هذه الممارسات مع مرور الأيام تتحول إلى نظام وصناعة. ولذلك هو المستثمرون، أنا بأنتقل بس إلى موضوع لماذا لا تكون عندنا صناعة. السبب الحقيقة أن في نظري أن المستثمرين ما في مرجعيات حقيقة علمية ولا مهنية تأهيلية لأي مستثمر يمكن أن يدخل الاستثمار. وبالتالي هو يجي، وأحياناً وجدنا أباءنا على أمة، أو أحياناً هي ممارسة ذاتية تتحول مع الأيام على أنها نظام عنده، ويبدأ يحكم حتى فيها على غيره. لا شك أن نحن شاطرك بأن فعلاً إحنا نحتاج إلى أن يكون عندنا صناعة. الأمر الآخر، جزء من مشكلتنا في الاستثمار كما هي وزارة التعليم، أننا نبي كله فنخلي كله. إحنا اللي عندنا النقل، إحنا اللي عندنا التغذية، إحنا اللي عندنا المناهج، إحنا اللي عندنا تشغيل وصيانة، إحنا اللي عندنا التدريب، إحنا اللي عندنا كل شيء. وبالتالي إحنا تركنا كل شيء، فأصبحنا نلامس ملامسة، ولكننا لا نأتي على الشيء كما ينبغي فنصنع منه فنحوله إلى عمل احترافي. ولذلك هو لا شك إن نحتاج في المرحلة القادمة في برنامج التحول في التغيرات الجديدة إلى أن نتحول إلى فعلاً مهنيين داخل الفصل، ونعطي هذه الأعمال مساندة إلى جهات أخرى هي تديرها، كما نطلب من التعليم وزارة أن تفعل، يجب أن نكون كذلك. وما نجحت أرامكو وهي غير عاجزة أن تكون عندها أساطيل، ولكن كثير من الناس نجحوا وكبروا مع أرامكو لأنها تعطي خدماتها لغيرها أن ينفذوها وتتفرغ لعملها الرئيس. شكراً. الأمر الآخر دكتور، إحنا مشكلتنا ما نصبر على بعض. نعم، ما نصبر على بعض. إحنا مشكلتنا ما نثق في بعض. إحنا مشكلتنا أن عشاء جيراننا أحلى. دائماً عشاء الجيران أحلى من عشانا. دائماً أكل المطعم أحسن من أكل البيت، حتى في بيوتنا اليوم ثقافتنا. إحنا لما يأتي سعودي يقدم نموذج تجد أن الناس ينتظرون حتى يأتي واحد من برا عشان يقدم نموذج. والله يا دكتور، حضرنا ملتقيات ومنتديات ومؤتمرات ما يقدمه ابن هذا الوطن مفخرة، ونستفيد منه أكثر مما نستفيد مما يأتي من برا. لكن سبحان الله دائما عشاء جيراننا أحلى. إحنا يعني ما ودي، طبعا هذه رسالة تفهم طبعا وأترك تطبيقاتها لكم. الأمر الآخر أبو سعد، حدان الوقت سبي الدكتور صالح يجي بس ما جاء وحقيقة عشان لا راح الدكتور صالح. نحتاج منكم يا إخوان أبو سعد، هذه آخر بس قاعدة طيب. بس امدح على قليل الصواب يكثر في الممدوح الصواب. امدحونا شوي كثروا فينا المدح، يعني إذا شفتوا فينا الجانب الخير امدحونا عشان يكثر فينا الصواب. لكن لما يصير عندنا قليل من الصواب ثم تجون علينا ومهو أنتم أقصد الجهات الحكومية، ثم تأتي علينا بكتابة التقارير والتثليب علينا، أنا أعتقد أننا ربما نتخلى عن كل شيء. فامدح على قليل الصواب يكثر في الممدوح الصواب. شكرا. الكلمة الأخيرة لك دكتور. دقيقة أختم بدقيقة، أنه أرجع مرة ثانية للعرض اللي قدمت. لابد أن نتشارك حتى نحقق صناعة تعليم في المملكة. التحول الوطني الآن يتحدث عن، أو أحد ركائزه، أنه لابد من وجود مثل هذه الصناعات، لابد وجود وتعزيز تعزيز الاستثمار والانطلاق. وجود صناعة يفتح آفاق كثيرة جدا، وجود صناعة يعطيك نماذج متعددة، وجود صناعة أيضا يقلل المستثمر الغير الجاد. استراتيجية الهيئة أننا عدد الموظفين الهيئة أن لا يكون كبير، أن لا يتجاوز 200. ليش؟ لأننا استراتيجيتنا أننا نتيح المجال لوجود صناعة. ولذلك عندنا أكثر من 6 تصاريح في عدة مجالات، وبديناها الآن في تصريح الشركات في القطاع الخاص على أساس تقويم الأداء المدرسي. اجتازت واحدة والثانية بتجتاز، وأيضاً حنسوي الترخيص للمناهج. ولذلك احنا يعني
سوف نتعاون ونعمل مع هذه الجهات. يعني في علاقتنا مع الشركات عندنا شركة اسمها إمكان، هذه الشركة احنا تعاقدنا معها، شركة بطاقم سعودي، يعني انطلقنا معاهم في أكثر من مشروع على أساس نحقق هذه الصناعة. الصناعة لا تبنى إلا على الثقة والصبر والمصداقية. شكرا لكم. شكرا معالي المحافظ. صناعة التعليم لا تحتاج إلى جلسة، تحتاج إلى منتدى كامل لتغطية جوانبها. شكرا معاليكم على وقتكم، ويتقدم سعادة الوكيل لتكريمه، وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى نشكر.